السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. فقط لنؤكد بعض الأشياء التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، يعني كيف يتعامل الناس مع السرطان دائما طبعا، وما هي الأشياء التي يعني قد تساعدهم، يعني النظام الذي يجب أن يتبعوه. وهذه القناة، نذكر الإخوة الجدد الذين التحقوا بالقناة، هذه القناة ليست للطبخ وليست للخلطات والوصفات، هذه القناة خاصة بالمعلومات فقط لنكون واضحين. فهناك من بدأ ينتظر خلطة أو وصفة، أو نحن لا نقترح أي علاج ولا نقترح أي شيء، نحن نريد للناس أن يعودوا لطريقة عيشهم السليمة التي كانوا عليها، وأن لا يجهلوا ويتجاهلوا أنواع الخضر وفصليتها وأنواع الحشائش والأوراق الخضراء التي يجدونها في السوق، ولا يكثروا السؤال ولا يبقوا يسألون الناس. هذه الأشياء يعني ممكن يعني لا يكون هناك علي، يبقوا يعني يتهافتون على يعني البحث عن بعض الأشياء. فتكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض الأشياء وأعطينا بعض الأمثلة، ممكن للناس أن يعيشوا بسلام. لم نتكلم لا على بالكوكش ولا هربل ولا أشياء، بعض الوجبات المحلية التي يمكن أن يعيش عليها الناس. تكلمنا عن الأشياء التي يفهمها كل الناطق هنا بالعربية، لأننا على اليوتيوب وكل إخوتنا في البلدان العربية يجب أن يستفيدوا، لا يمكن أن نتكلم عن أشياء محلية. تكلمنا عن شربة خضر فيها زيت زيتون، فيها أشياء هكذا، فيها خولنجان، فيها زنجبيل، فيها أشياء، لما لا، لكي تكون وجبة وليست خلطة، وجبة غذائية لا تضر الجسم. تكلمنا عن شربة خضر، عن حساء شعير بزيت الزيتون، كذلك فيه حبوب، في سمسم، في حبوب كتان، في حبر شاد، في حتى حلبة مطحونة، في كركم، في أشياء هكذا، لما لا. تكلمنا عن حساء البقوليات مثل حساء الفول مثلا أو بعض البقوليات الأخرى التي ممكن أن تضاف إليها كذلك هذه الأشياء. أعطينا بعض الأمثلة، وإذا بعض الإخوة بدأوا ينتظرون منا يعني برامج طبخ، نحن نعطي هذه الأمثلة كي لا يبقى الناس هكذا يعني لا يجدون يعني أشياء بما يعيشون بها، وكأنهم إذا يعني توقفوا عن البسكويت والمشروبات الغازية فإن العالم يعني سيتوقف. علي، نحن لا نمنع أي شيء على أحد، نحن كل الناس ممكن أن يستهلكوا كل شيء إذا كانوا يطبخون في منازلهم. وهناك من بدأ الآن يضلل الناس بالحديث أن الدكتور فايد لم يترك لنا أي شيء، فكل من يقول هذه الكلمة فهو مضلل، ولا نريد هذا الخطأ. هناك مضللين يستعملون هذه الجملة أن الدكتور فايد لم يترك لكم ما تأكلوا، وحتى أننا توصلنا برسائل يعني مؤسفة من الناس. فنحن لم نمنع في يوم من الأيام أي شيء على أحد، لم نمنع زيت الزيتون، ولم نمنع السمك، ولم نمنع البقوليات، ولم نمنع النشويات، ولم نمنع الخضر، ولم نمنع الفواكه، ولم نمنع حشائش الأرض، ولا حشائش الأرض، ولا كل شيء ممكن أن يستهلكه الناس. منعنا على الناس المشروبات الغازية والبسكويت والمصبرات والمصنعات، وإذا بهم بدأوا يعني يضللون الناس بحديثنا. نعم، نمنع جميع المواد المصنعة على المرضى، نعم صحيح، إذا كان الناس يعيشون بالبسكويت وبمشروبات غازية نعم لم نترك لهم ما يأكلوا. وهؤلاء يعني من الأحسن يعني إذا كانوا لم يقتنعوا ولا يريدون الاقتناع من الأحسن أن يتركونا، من الأحسن. فيعني نحن سنواصل الطريق إن شاء الله، ويعني نحن سنواصل الطريق ولن نتراجع إن شاء الله تعالى. فيعني تكلمنا في الحلقة السابقة عن هذه الأشياء، كيف ممكن أن يعيش الناس المصابين بالسرطان. يجب أن يعيشوا على نظام فيه ثلاث مكونات، وأن يبتعدوا من نظام فيه خمس مكونات. الخمس مكونات التي يجب أن يمتنعوا عنها تكلمنا عنها، عن السكر، وعن الزيوت يعني هذه المكررة، وعن الخبز الأبيض والخميرة الصناعية، وتكلمنا عن المقليات وعن الحلويات. خمسة أشياء ممنوعة على المصابين بسرطان، ولو كانوا ضيوف ولو سافروا من بلد إلى بلد، ممنوع عليهم مطلقا. وليس لأنه يأكل شيء من البسكويت حيث لأنه مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر ولا يضر، نعم يضر. رائحة البسكويت لأصحاب السرطان ممنوعة طول حياتهم، يعني لنكون يعني في الخباطحين في الخطاب.
لأنني شربت مشروب غازي بعد 3 أشهر، يعني كأس من مشروب غازي بعد 3 أشهر، يعني لقد خربت ما جمعته في 3 أشهر. ممنوع قطرة مشروب غازي في 30 سنة. كي نكون واضحين، جميع الأشياء المطهية بزيت المائدة، زيوت صناعية، ممنوعة على المصابين بالسرطان. إذا كانوا ضيوف ولم يجدوا ما يأكلون لا يأكلوا، يشربوا ماء حتى يعودوا لمنازلهم، أو يطلبوا من صاحب المكان أن يأتيهم بخضر طازجة وفواكه، لكي لا نتهور مع هذه الأشياء ولا نبقى هكذا في الأخذ والرد. أن نكون واضحين في طريقتنا مطلقة 100%، لأن الشخص مصاب بسرطان، ولأن لديه ورم، ولأن حالته النفسية محطمة، ولأنه يعني يخضع لعلاج كيماوي. يجب يعني أن يفهم الناس خطاب هذه الأشياء، ليست يعني هذه الأشياء يعني لا تقبل التهور ولا تقبل الضحك. فتكلمنا عن الأشياء هذه الخمسة التي يتجنب، ليس خمسة هي 20، ثم 3 لابد منا لأصحاب السرطان. نظام غني بالألياف اللي هو النبات، غني بالمواد الدابغة أو المضادات الأكسدة اللي هو النبات، غني بالفيتامينات اللي هو النبات. هذه الأشياء توجد في شيء واللي هو النبات فقط، لكي نبسط للناس ونسهل عليهم حياتها. جميع الأشياء التي تحبس السرطان موجودة في النبات ولا توجد عند الحيوان. ممنوع اللحوم على أصحاب السرطان، يستهلكون سمك، لأن هذه الشحوم والكوليسترول لا يتركون يعني الخلايا تعمل جيد، أن يمتنعوا عن اللحوم. وليس لأنه بعد 3 أشهر أكل شيء من اللحم، إذا كنت تخضع للعلاج الكيماوي يمتنع عن اللحم. السمك، البقوليات، النشويات، الخضر، الفواكه، جميعها، جميع الفواكه، جميع الخضر، جميع الأوراق الأخضر، جميع خشاش الأرض، جميع النبات، جميع البقوليات، جميع النشويات، زيت الزيتون، وكذلك السمك، وحتى أعشاب البحر. يعني والذين لا زالوا مدبدبين ويستمعون لأصحاب الفريكتوز ويستمعون لأصحاب النشويات فلن يستفيدوا معنا في هذه القناة. الذين لا زالوا، أعيد، الذين لا زالوا مدبدبين ويشكون ولا زالوا يؤمنون بخزعبلة الفريكتوز وخزعبلة النشويات أنها تحرر سكريات، هؤلاء يعني من الأحسن، لأنهم لن يقتنعوا، من الأحسن أن يتركونا، من الأحسن. لديهم أشياء يعني قنوات أخرى ممكن أن يستمعوا لها. نحن بينا مشكل الفريكتوز، ولا زال بعض الجهلاء يعني يعزفون على موسيقى الفريكتوز، وبينا أن النشويات أصلية في الأكل وأن لا علاقة لها بالسكريات، وبينا أن البقوليات يجب أن تطهى جيد ويكون معها زيت الزيتون لكي لا تؤثر الليكتينات على الجهاز الهضمي. فنتمنى أن يفهم الناس الخطاب يعني كمرة أخيرة، هذه الأشياء خلقها الله لبني الإنسان يعيشون عليها، فلا يتفضل علينا أحد لأنه لم يخلق الكون. فليترك الناس في حالهم. أصحاب السكري لديهم طبيب ينصحهم، أصحاب السكري طبعا لا يتناولون الأشياء التي فيها سكر، وحتى أصحاب السكري الآن تعلموا كيف يعيشون. فهذا يجب أن نكون واضحين، نظام المصابين بالسرطان يجب أن يكون غني بالألياف، النبات، كل النبات، وأن لا ينخل القمح، والشعير لا يستهلك على شكل سميد فقط. مع الأسف دقيق الشعير لا يعرفه الناس، دقيق الشعير يعجن على شكل خبز ويضاف إليه شيء من القمح ويعجن خبز ويكون خبز جيد، أحسن خبز هو خبز الشعير. فنقلت بأن لا 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 يمكن أن نكون يعني قناة للطبخ، لا يمكن، ولكن الناس الآن لا يعلمش. نحن نضرب بعض الأمثلة لكي نوسع على الناس ولكي يعلموا بأن هناك أشياء كثيرة ممكن أن يعيشوا بها وعليها وبدون أي مشكل. نظام نباتي فيه جميع النبات، زائد سمك فيه بروتين، سمك ليس فيه كوليسترول، فيه فيتامين دي وفيه أوميغا 3 اللذان يحفظان من السرطان. سمك عوض اللحوم،
جميع أنواع السمك، لا يبقى الناس مع الحوت الأزرق والأبيض، جميع أنواع السمك من السردين إلى يعني هذا إلى الحوت الأزرق. زيت الزيتون لا يشبه الزيوت الأخرى، الزيوت الأخرى زيوت المائدة، الزيوت المكررة هذه التي يطبخ بها الناس، هذه الزيوت ليس فيها مضادات للأكسدة، هذه فيها مسرطنات. زيت الزيتون ليس فيه مسرطنات، فيه مضادات للأكسدة، فيه بوليفينولات، لكي نفهم الناس. نحن قلنا قناة المعلومات، فهذه الثلاث أشياء المهمة لأصحاب السرطان توجد في النبات وفي السمك. الألياف توجد في النبات، المضادات للأكسدة توجد في النبات، الفيتامينات توجد في النبات، ما عدا فيتامين دي يوجد في السمك. فيتامين دي مع حمض الأوميغا 3 ضروري للمصابين بالسرطان، حمض الفوليك ضروري يوجد في البقوليات في كل ما هو أخضر، الفيتامين إي أو إيه بالفرنسية توجد في الحبوب الزيتية، نوار الشمس، في الفستق، في الأكاجو، في اللوز، في الجوز، حبوب الكتان، في السمسم، في بذور القرعيات، في كل حتى في زيت الأفوكادو في فيتامين إي توكوفيرول هذا، ويوجد كذلك في زيت الزيتون. والفيتامين إي أ بالفرنسية مع الفيتامين سي الاثنين موجودين في النبات، كل الخضر والفواكه وأوراق الخضراء وخشاش الأرض، خشاش الأرض الذي سيخرج الآن، الحميضة والحريقة والسلق وهذه الأشياء التي ستخرج من الأرض الآن يأكلها الناس. علي الذين يشترون خبيزة الآن، لا زال فصل الخبيزة، لا زال وقت الخبيزة، هؤلاء يحتكرون السوق ويبيعون لكم الخبيزة بثمن غالي. الخبيزة لا زال وقتها، الخبيزة في المغرب كانت لا تباع، كان يستحني الناس أن يبيعوا الخبيزة، كان الناس يستحيون أن يبيعوا هذه الحشائش الخضراء، كانوا يعطونها للناس هكذا. انظروا كيف الدنيا تغير الناس، يعني المال كيف يغير الناس، يعني غريب. فعلين لابد من المال، علين حتى المصحف يطبع بالمال، كيف يعني لابد من المال، لكن ليس مال، ليس الجشع، نحن ضد الجشع وليس المال، المال لابد منه ليعيش الناس. فهذا النظام النباتي مع زيت الزيتون وسمك مع كل نبات، كل نبات نشويات وبقوليات وخضر وفواكه، الأشياء الطازجة غنية أكثر ببعض المكونات المضادة للأكسدة والجلوتاتيون. لما نستهلك الأشياء طازجة فيها جلوتاتيون، الجلوتاتيون مضاد للأكسدة وهو الذي يوزع الأشياء داخل الجسم ويزيد في المناعة، ولكن ممكن أن نستهلكها كذلك مطهية، يعني طازجة ومطهية، لماذا؟ ثم يعني هذا الجلوتاتيون إخواننا في أمريكا وأوروبا الذين يريدون أن يشتروا بعض المكملات لأن ربما تكون لديهم رخيصة، لماذا؟ إذا سبحان الله إذا تناول الناس الفيتامين دي من الصيدلية، هي الفيتامين دي موجودة في السمك وكافية وموجودة في نفس الوقت مع حمض الأوميغا 3، فإذا أراد الناس أن يتناولوا الفيتامين دي 3 من الصيدلية أو كمكمل يجب أن يتناولوا معها حمض الأوميغا 3، يعني ضروري يتناولوا معها حمض الأوميغا 3، أقولها مرتين، وأن يتناولوا الفيتامينات مع الوجبة، لا يتناولوا الفيتامينات على معدة خاوية فارغة، أن يتناولوا الفيتامينات إذا اشتروها مع الوجبة، وأن لا يكتروا الفيتامينات لأن كثرة الفيتامينات كذلك مسببة للسرطان، يعني هذه يعني نوع بي إذا أكثرتم منه مسبب للسرطان. هذه الفيتامينات هذه الـ A والـ C والـ D والـ E هذه فيتامينات مضادة للأكسدة في نفس الوقت، هي فيتامينات ومضادة للأكسدة في نفس الوقت هذه. ثم مكون سيلينيوم، مكون سيلينيوم موجود في السمك وموجود في الكمأة الترفس، هذا موجود في سيلينيوم بكثرة وموجود كذلك في بذور القرعيات، سيلينيوم موجود في الطبيعة يعني لا يحتاج الجسم يعني كمية كبيرة. إخواننا في أوروبا وأمريكا الذين يريدون أن يشتروا أشياء يشتروا حمض ليبويك، ليبويك أسيد، ويشتروا الكيوتين، وممكن يشتروا الجلوتاتيون لملا، ويشتروا البروبايوتيك، بروبايوتيك هذه الأشياء هذه الأربعة ضرورية. إذا أرادوا أن يزيدوا أشياء أخرى مثل الكلوروفايل سبيرولاينا مثل كلوريلا مثل أشياء أخرى مثل ريزفيراترول مثل أشياء أخرى لديهم مال ويريدون أن يشتروا هذه الأشياء فلا نحرمهم من العلاج، ممكن أن يشتروا لكن يستهلكوها مع الأكل، لا بد من وجبة، لا بد من وجبة غذائية، لا بد يستهلك مع هذه المكملة لأن حمض الفوليك لوحده لا يعمل، لازم يكون مع زنك ولازم يكون مع ماغنيزيوم
ويكون معه حتى مانغانيز. لا لا يعمل لوحده الحمض الفوليك لا يعمل لوحده. وبعض الفيتامينات لا تعمل لوحدها، تعمل مع بعضها وتعمل مع الألياف وتعمل مع الأشياء الأخرى. هذه حياة المصاب بسرطان إن شاء الله، وستكون مناعته جيدة وستكون نفسيته جيدة. لا ننسى الحركة، لا ننسى شرب الماء، لا ننسى الجوع، لا ننسى الصيام، لا ننسى الأشياء، تجنب هذه الأشياء الملوثات، المواد التجميل إلى آخره، هذه لا ننساها، سنبقى نذكر الناس بهذه الأشياء. ثم يعني سنتقدم يعني شيئا فشيئا، سنتقدم نحو العلاج إن شاء الله تعالى، لما لا. فهذه الأشياء يعني إذا بطلت الجذور الحرة التي سببت لك السرطان الموجودة في السكر وفي الزيوت الصناعية وفي الحلويات والمقليات وفي الفاست فود والجنك فود وفي النقانق وفي الأجبان، هذه الجذور الحرة وفي الفاست فود، هذا الطبخ السريع بالقلي، إذا تجنبت الجذور الحرة يعني حبست على جسمك الجذور الحرة سيرتاح. هذه الجذور الحرة التي تراكمت ممكن أن تخرجها بهذه المواد الدابغة، لأن هذه أنتي أكسيدنت، هذه المواد المضادة للأكسدة هي التي تتسابق مع هذه الجذور الحرة لكي تبطل عملها، هي تأخذ تخطف يعني تأخذ لها أكسجين ثم تتركها هكذا لا تؤكسد الخلايا يعني لا تتفاعل. يعني ننقص من الجذور الحرة، نرفع المضادات الأكسدة والفيتامينات الألياف، الألياف هي التي توزع الأشياء داخل الجسم من الامتصاص، البروبايوتيك البكتيريا الصديقة ننميها، بكتيريا الصديقة ستنمو، يعني في الحلقة المقبلة سنتكلم عن الأشياء التي تنمي البكتيريا الصديقة. بدون بكتيريا صديقة هذه البروبايوتيك بدونها لا يعمل أي علاج، وهذه البكتيريا الآن هي التي تسبب الأمراض المناعية وليست الليكتينات. وسنتكلم كذلك عن الليكتينات، لماذا الليكتينات الآن أصبحت خطر، هي ليست خطر لكن لماذا أصبحت خطر، وهي خلقها الله منذ أن خلق الكون. إن شاء الله علينا خير، إن شاء الله نتمنى أن هذه المعلومات يعني يستفيد منها الناس إن شاء الله، وأن يوسعوا في حياتهم. فهناك أشياء كثيرة بالمئات، ليس هناك ثلاث خضر في السوق، ليس هناك بصل وبطاطس وطماطم فقط، هناك أشياء كثيرة، وسنتكلم معكم عن بعض الأشياء القوية التي يجب أن تكثروا منها لكي تكثروا من المضادات الأكسدة، لكي يعني تؤخر السرطان أو توقفوه إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويبقى لكم الوقت لتتعالجوا. نحن لا نقترع علاج، فقط نؤخر السرطان أو نحبسه إن شاء الله لكي يبقى لكم وقت للعلاج، ولكي ترتفع معنويتكم إن شاء الله وترتفع نفسية هذا المريض إن شاء الله. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.